الثعابين مخلوقات خطيرة جداً، قادرة على قتل العديد من الحيوانات في غضون دقائق، وعلى العكس مع الطيور يمكن للمخلوقات المجنحة أن تدوسها حتى الموت، أو تختطفها من الماء، أو تهاجمها بصمت، أو تدمرها في قطعان. الأمر يستحق نظرة. في هذه الحلقة سأريكم الطيور التي تخاف منها جميع الثعابين. هيا بنا. طائر السكرتير. لنبدأ بصاحب هذا الاسم غير العادي. يسمى هذا الطائر سكرتيراً لسبب ما. الريش على رأسه يشبه ريش الإوزة التي اعتاد كتاب المحكمة على وضعه في شعرهم المستعار. على الرغم من أنه لا يبدو مهدداً للغاية، إلا أنه ينتمي إلى ترتيب الصقور، مما يعني أنه جارح. كما أن حجمه ليس صغيراً، يبلغ طول جناحيه أكثر من مترين، ووزنه 4 كيلوغرامات، يكفي للدخول في قتال جيد مع أي ثعبان. وما هو مثير أنه يتعامل معها بطريقة خاصة، عادة لا تنقر الثعابين، بل تدوس عليها حتى الموت، تماماً كما يقتله الناس إذا رأوه في العشب بالقرب منهم. من الخارج يبدو الأمر مضحكاً بعض الشيء، لكن ضرباته قوية جداً، 2 ضربات تكفي لكسر العمود الفقري للثعبان، وبعد ذلك يلتهم الطائر المخلوق الميت. إذا هجم الثعبان بنفسه، فإن طائر السكرتير يدافع عن نفسه بجناح واحد، لذلك تمر معظم هجمات الزواحف أو تذهب دون أن تترك أثراً. لا عجب أن جميع الثعابين تخاف منه. بالمناسبة، الطائر يأكل الثعابين الإفريقية بشكل خاص، لأن هذا هو المكان الذي يعيش فيه. الحيوان التالي من الحلقة يأتي من المكسيك. يمكن العثور على أكبر وأقواق في شمال المكسيك، ولكنه موجود أيضاً في جنوب وجنوب غرب الولايات المتحدة. من المعروف أنه يخبرنا بعدد السنوات المتبقية للعيش. يمكن لهذا الوقواق أن يخبر الثعبان أيضاً، وعادة لا يكون لدى الزاحف وقت طويل للعيش، لأن تخصص هذا الطائر هو قتل الأفاعي الجراثية. هذا الطائر لا يطير بشكل جيد بسبب الأجنحة القصيرة، ولكن يمكنه الركض بسرعة 42 كيلومتر بالساعة. أحياناً ليس لدى الثعبان الوقت الكافي لإدراك أن الوقواق قد أتى لقتله. كطائر السكرتير يدافع هذا العداء عن نفسه بجناحيه ضد لدغات الثعابين السامة. إنه يستفز الثعبان للهجوم عن طريق إتعابه. بمجرد نفاد قوة الثعبان يذهب الوقواق للهجوم. عادة ما يمسك الثعبان ويكسر فقرات عنقه، ويمزق عموده الفقري ويشرع في الأكل. إنه مخلوق قاس. التالي طير ليلي، ملوك الظلام الحقيقيون. البوم صيادة مذهلة. أولاً تطير بالصمت، وهي من نوع النينجا من عالم الطيور التي تتسلل على فريستها وتقتلها. يمكن لأي شيء أن يصبح فريسة، لأن البوم متواضع في الطعام. بإمكانه الحصول على الثعبان أيضاً. البوم لها مخالب كبيرة وحادة، وهي مثالية لالتقاط الثعبان. بالنظر إلى الرحلة الصامتة للبومة، فإن الثعبان يدرك وجود العدو فقط في لحظة الهجوم. كما أن البومة تتمتع برؤية ليلية حتى تتمكن بسهولة من اكتشاف أي ثعبان حتى إذا كان في كمين. على الرغم من أن البومة تصطاد الثعابين، إلا أنها غالباً تتشارك معها. تضع بعض البوم ثعابيناً خيطية تشبه الديدان في أعشاشها. هناك تغذي البوم الثعابين باليرقات، وتحرس الزواحف الصغيرة أعشاش البوم وفراخها بامتنان. تبدو كعلاقة مفيدة جداً. إذا كانت البومة هي ملكة الليل، فإن أولئك هم الملوك الحقيقيون للنهار. النسور واحدة من أكبر وأقوى وأخطر الطيور على هذا الكوكب. لذلك ليست الثعابين فقط من تخاف منها، لا أحد يريد العبث معها. خطيرة. يصل طول جناحيها إلى 2.5 متر، ولديها منقار حاد وقوي للغاية، ومخالب طويلة وبصر لا يصدق. هناك سبب لتعبير عين النسر. يمكن للنسور أن ترى 4 أو 5 مرات أبعد من الشخص العادي. إذا كان لدى الإنسان نفس بصر النسر، فسيكون بإمكانه رؤية نملة تزحف على الأرض من ارتفاع مبنى مكون من 10 طوابق. بالطبع تلعب هذه القدرة دوراً مهماً. يمكنها اكتشاف ثعبان من مسافة بعيدة والارتفاع فوقه، ثم الانقضاض والإمساك به. هذه هي الطريقة التي تصطاد بها الثعابين البرية والبحرية. فالنسور لا تخاف من سم الثعابين، تفعل كل شيء بسرعة ودقة، بحيث لا يكون لدى الثعبان أحياناً وقت لفهم أي شيء، وإذا فعل ذلك فإنها بالكاد تستطيع مقاومة قوتها.